بسم الله الرحمن الرحيم. لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، كلمة حق يراد بها باطل، الخوارج كلاب النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخوارج قال يا رسول الله اعدل، يا رسول الله اعدل، تبا لهم، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولهذا فإن الخوارج شؤم في تاريخ الدول الإسلامية من العصر الأول وإلى عصرنا وإلى قيام الساعة. الخوارج من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أفزعناك؟ يعني هل أخفناك؟ قال نعم. قالوا له لا روع عليك. فلما رأى ذلك منهم ابن خباب وهو تابعي رضي الله عنه قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم من بأس، يعني أنتم لا تحلون أكل التمر بغير إذن صاحبه، واستأذنتم ودفعتم قيمة الخنزير، فأنا والله ما أخاف منكم، إني مسلم، ما أحدثت في الإسلام حدثا. ماذا فعل هؤلاء المجرمون؟ ماذا فعل؟ أضجعوه فذبحوه فسال دمه في الماء، وأقبلوا على زوجته المسكينة فقالت أنا امرأة ألا تتقون الله. ماذا فعلوا بها؟ بقروا بطن أي فتحوا بطنها، وقتلوا 3 نسوة من طي كانوا مع هذا التابعي رحمة الله عليه. الخوارج فأهم صفة عند الخوارج هو التكفير بالمعاصي، كذلك يتصفون بالخروج على أئمة المسلمين وأتباعهم، كثرة القراء الجهلة وصفهم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام سيماهم، ظهور سيم الصالحين عليهم بضاعتهم، يتصفون بضعف الفقه في الدين وقلة الحصيلة في العلم الشرعي من مصائبهم، كذلك الغرور والتعالم والتعالي على العلماء حتى زعموا أنهم أعلم من علي وابن عباس وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وصف ابن عباس لهم يقول دخلت على قوم لم أرى قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحة من السجود، وأياديهم كأنها ثفن الإبل، وعليهم قمص مرخصة أي مغسولة، مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر. ومن الخوارج في الزمن الحاضر جماعة التكفير والهجرة، نشأتهم هذه الجماعة نشأت داخل السجون المصرية في أول الأمر، حيث رأى الشباب المتدينون داخل السجون المصرية في ذلك الوقت من ألوان العذاب ما تقشعر من ذكره الأبدان، وسقط الكثير منهم قتلى بسبب التعذيب دون أن يعبأ بهم القساة والجبابرة. التكفير والهجرة رفضت هذه الفئة، وهي فئة قليلة من الشباب، موقف السلطة المصرية في ذلك الوقت، وأعلنت كفر رئيس الدولة ونظام، بل اعتبروا الذين أيدوا السلطة أي الفئة الأولى من إخوانهم بأنهم مرتدين عن الإسلام، ومن لم يكفر أيضا هذه الفئة الأولى فهو كافر عندهم، إضافة إلى أنهم حكموا بأن جميع أفراد المجتمع كلهم كفار. شكري أحمد مصطفى، ومع أن شكري مصطفى كان مستبدا في قراراته إلا أن أتباعه كانوا يطيعونه طاعة عمياء بمقتضى عقد البيعة الذي أخذ عليهم في بداية انتسابهم للجماعة. خوارج هذا الزمان يعاملون المسلمين في بلاد الإسلام معاملة غير المسلم، فلا يصلون خلفه ولا يسلمون عليهم ولا يردون عليهم السلام ولا يشهدون جنازتهم، وكذلك في سائر أحكام النكاح والمواريث وفي اعتقادهم. قالت الجماعة بترك صلاة الجمعة والجماعات في مساجد المسلمين، لأن المساجد كما يزعمون كلها مساجد ضرار وأئمتها كفار، واستثنوا 4 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قباء والمسجد الأقصى، لكنهم لا يصلون فيها إلا إذا كان الإمام من جماعتهم وعلى فكرهم ومعتقدهم. ومن الخوارج الأباضية، الخوارج الأباضية يتهجم بعض الأباضية الخوارج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى معاوية ابن أبي سفيان وعلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. الأباضية فلقد كانت لهم صولة وجولة في جنوب الجزيرة العربية حتى وصلوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. أحمد الخليل وهو من كبار علمائه ويعد أكبر مرجعية للأباضية في العالم، وعنده من الضلال العظيم الذي صرح به في مؤلفاته من
اعتقاده بخلق القرآن والتكفير بالكبيرة وإنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة. حال الأباضية في عمان. ولحرص الخوارج الإباضية على نشر مذهبهم الفاسد وخوفهم من انتشار العقيدة السنية الصحيحة قاموا بتحديد خطب الجمعة من قبله. عمان. وزارة الشؤون الدينية في عمان تقوم بتوزيع الكتب الإباضية. عمان. والمحاكم تحكم بالمذهب الأباضي هنا، إضافة إلى أنهم يمنعون كتب أهل السنة ويقومون بسحبها من المكتبات. عمان. إضافة إلى أن مناهج الدراسة في سلطنة عمان تقوم على المنهج الأباضي الخارجي. الأباضي. ولذلك فإن الأباضية يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك يكفرون شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، وطبعا من سار على نهجهم أهل السنة في عمان. كما يحاول الأباضية الخوارج التضييق على دعوة أهل السنة. والعجيب أنهم يركزوا ندواتهم في مساجد أهل السنة ليزرعوا الفتنة والشغب بينهم. والنتيجة أصبح إخواننا من أهل السنة هناك يعيشون شبه عزلة عن الصحوة الإسلامية، حتى القرآن. بل وصل الحال بالخوارج هناك في بعض السنوات أنهم منعوا دخول المصحف. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الخوارج بين الماضي والحاضر. محاضرة للشيخ ممدوح الحربي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونتكلم هذا اليوم عن الخوارج في الماضي والحاضر، وحديثي سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: سأتكلم عن نشأة الخوارج وأسماء وألقاب الخوارج، ثم نتكلم عن أشهر فرق الخوارج في الماضي، ونتكلم عن الخوارج وانتهاكهم لمحارم الله تعالى، ثم نتكلم عن أبرز صفات الخوارج وحكم قتال الخوارج وأسباب غلو الخوارج، ثم نتكلم عن الخوارج في عصرنا الحاضر، وسنتكلم عن جماعتين هما جماعة التكفير والهجرة وفرقة الأباضية المتواجدة في سلطنة عمان هذه الدولة الخليجية. أما عن نشأة الخوارج، فقد ظهر الخوارج على الساحة السياسية حين خرجوا على جيش علي بن أبي طالب وهو الخليفة الرابع رضي الله عنه، والتحموا معه في معركة النهروان الشهيرة. فحين اقترح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على علي بن أبي طالب إبان موقعة صفين أن يتحاكم إلى حكمين يعتمدان في حكمهما على الكتاب والسنة بخصوص الخلاف الذي وقع بينهما، عندها تعالت أصوات الخوارج على تكفير الحكمين. كفروا الحكمين وهما أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وقالوا كلمتهم الشهيرة: لا حكم إلا لله. فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الكلمة قال كلمته المشهورة: كلمة حق يراد بها باطل، وإنما مذهبهم أن لا يكون أمير، ولا بد من أمير بر كان أو فاجر. انتهى كلامه رضي الله عنه. وعند ذلك اجتمع الخوارج واتجهوا نحو حروراء وشكلوا تنظيمهم السري لضرب المسلمين في كل مكان. أما عن أسماء وألقاب الخوارج، فللخوارج ألقاب وأسماء كثيرة، منها اسم الخوارج هكذا، وسموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقوله: يخرجون على حين فرقة من المسلمين. ولأنهم يخرجون على أئمة المسلمين كذلك وعلى جماعتهم بالاعتقاد وبالسيف، يعني يخرجون على أئمة المسلمين، يخرجون بالاعتقاد ويخرجون كذلك بالسيف. وقد قال أهل العلم إن هذا وصف عام لكل من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. الاسم الثاني للخوارج هم المحكمة، وسموا بذلك لأنهم فارقوا عليا وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم،
حينما زعموا أن عليا حكم الرجال وقالوا لا حكم إلا لله، وقد كفروا عليا والحكمين ومن قال بالتحكيم ومن رضي بالتحكيم. وهذا الاسم كان يطلق أي المحكمة على جماعة الخوارج الأولين. الاسم الآخر للخوارج هو ما يسمى بالحرورية، الذين خرجوا على علي وجماعة الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنهم خرجوا وانحازوا إلى مكان يقال له حروراء، منطقة اسمها حروراء بالعراق، فلذلك تسموا باسم الحرورية. كذلك من أسماء الخوارج أهل النهروان، نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي رضي الله عنه، وهم طبعا الحرورية والمحكمة الأوائل. من أسماء الخوارج كذلك مسمى الشراة، لأنهم زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله في قتالهم المسلمين. ولا يزال إلى الآن الخوارج المعاصرون وهم الأباضية في سلطنة عمان يرون هذا الوصف بأنه يمكن تحقيقه إذا توفرت شروطه، ويعدونه مسلكا من مسالك الدين وطريقة من طرق هذا الدين. من أسماء الخوارج كذلك لفظة المارقة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مارقة، حيث وصفهم صلى الله عليه وسلم بقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كذلك من أسمائهم مسمى المكفرة، وذلك لأنهم يكفرون بالكبائر ويكفرون من خالفهم من المسلمين، وهذا وصف لكل من نهج هذا النهج في كل زمان وفي كل مكان. كذلك من أسمائهم السبائية، وهذا قول لبعض أهل العلم، لأن منشأ هذه الفتنة ومنشأهم والذي أسسهم هو ابن سبأ اليهودي. طبعا هذا وصف كما قال أهل العلم لأصول الخوارج الأوائل ورؤوسهم. كذلك من أسمائهم الناصبة، وذلك لأنهم ناصبوا عليا والصحابة رضوان الله عليهم العداء وصرحوا ببغضهم، وهذا المسمى يرمى به أهل السنة والجماعة من قبل الشيعة كذبا وزورا. وقد رددت على هذه الفرقة الضالة المنحرفة، أقصد بهم الشيعة، في 15 شريطا بعنوان موسوعة الشيعة الكبرى، فمن أراد الاستفادة فليستمع إليها وليرجع إليها. أما إذا تكلمنا عن أشهر فرق الخوارج في الماضي، فأشهر هذه الفرق في الماضي الفرقة الأولى التي تسمى بالأزارقة، وهم أتباع نافع ابن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشد. الفرقة الثانية هي النجدات، وهم أصحاب نجدة ابن عامر الحنفي. وكذلك الفرقة الثالثة الصفرية، وهم أصحاب زياد ابن الأصفر. ثم تأتي الفرقة الرابعة وهي الشيبية، وهم أتباع شبيب ابن يزيد الشيباني. أما إذا تكلمنا عن الخوارج وانتهاكهم محارم الله، فلقد قام الخوارج بقتل وتكفير المسلمين، بل وإحراق البيوت وقتل الأطفال والنساء بدون رحمة ولا شفقة، وهذا في الماضي وكذلك في الحاضر، وسوف نتكلم عنه قريبا بإذن الله تعالى. فيذكر المؤرخ ابن الأثير في تاريخه الشهير نموذجا لهذا الإجرام فيقول: قيل لما أقبلت الخارجة من البصرة حتى دنت من النهروان، رأى عصابة منهم، أي جماعة من الخوارج، رأى عصابة منهم رجلا يسوق بامرأة على حمار، فدعوه، أي نادوه، فدعوه وانتهروه فأفزعوه وقالوا له من أنت؟ فقال ذلك المسكين: قال أنا عبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: أفزعناك؟ يعني هل أخفناك؟ قال: نعم. قالوا له: لا روع عليك، حدثنا عن أبيك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعنا به. قال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون فتنة يكون فيها قلب رجل كما يكون بدنه، يمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. فقالوا له: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا رضي الله عنهما. فقالت الخوارج:
فما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ فقال: إنه كان محقا في أولها وفي آخرها. فقالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ يريد أن يختبروه. قال: إنه أعلم بالله منكم، وأشد توقيا على دينه، وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى. وهذه المقولة قال في زماننا من قبل بعض الثوريين وبعض التنظيمات السرية. قالوا، أي قالت الخوارج لذلك الرجل: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه وكتفوه، ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى، امرأة ضعيفة حبلى، حتى نزلوا تحت نخل فسقط منه رطب، فأخذها أحد الخوارج ثم وضعها في فمه، أي في فم الخارجي. فقال آخر من الخوارج: أخذتها بغير حلها وبغير ثمن فألقاها. انظر إلى الورع الكاذب البارد. قالوا: لا تضع هذا في فمك، لأنه لا يحل لك حتى تستأذن من صاحب النخل. ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة، فضربه أحد الخوارج بسيفه، فقالت الخوارج: لا يجوز لك، إن هذا فساد في الأرض عياذا بالله تعالى. فلقي صاحب الخنزير فأرضاه، أرضى النصراني بمبلغ. فلما رأى ذلك منهم ابن خباب وهو تابعي رضي الله عنه، قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم من بأس. يعني أنتم لا تحلون أكل التمر بغير إذن صاحبه، واستأذنتم ودفعتم قيمة الخنزير، فأنا والله ما أخاف منكم، لأنكم من أتقى الناس على دمي. قال لهم: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم من بأس، إني مسلم، ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني حيث قلتم لي لا روع عليك. وهذا كأنه ميثاق. ماذا فعلوا بعد ذلك؟ ماذا فعل هؤلاء المجرمون، هؤلاء الثوريون الذين يتكلمون باسم الدين؟ أضجعوه فذبحوه فسال دمه في الماء، وأقبلوا على زوجته المسكينة فقالت: أنا امرأة، ألا تتقون الله؟ إني امرأة ضعيفة، ألا تتقون الله؟ ماذا فعلوا بها؟ بقروا بطنها، أي فتحوا بطنها، وقتلوا 3 نسوة من طي كانوا مع هذا التابعي رحمة الله عليه. انتهى كلام ابن الأثير من تاريخه بتصرف. أما إذا تكلمنا عن أبرز صفات الخوارج، فأهم صفة عند الخوارج هو التكفير بالمعاصي، ويقصد هنا الكبائر. فعند الخوارج كل من أصاب كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر مخلد في نار جهنم. كذلك يتصفون بالخروج على أئمة المسلمين، إما اعتقادا في قلوبهم وإما عملا، وذلك بتأليب وتهييج العامة على ولاة أمورهم. من صفاتهم أنهم يؤلبون العامة ويهيجون العامة في مجالسهم العامة والخاصة على ولاة الأمر، وذلك بإظهار بعض المنكرات التي قد تكون هي حقيقية في وقتها، لكن المقصد هو أنهم يهيجون العامة على ولاة الأمر ليخرجون عليهم. من صفات الخوارج كذلك الخروج على جماعة المسلمين ومعاملتهم معاملة الكفار في الدار والأحكام. يقولون أن الدار دار كفر، ويحكمون عليهم بالكفر والخروج من الدين، كما أنهم يبرؤون منهم ويمتحنون المسلمين ويستحلون دماءهم. من صفاتهم كذلك صرف نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والخروج عليهم. إذا تكلموا في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصرف هذه النصوص في التأليب على ولي الأمر وعلى الحاكم وعلى الخروج عليه. كذلك من صفاتهم كثرة القراء الجهلة فيهم، وأغلبهم من صغار السن، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. واستمع إلى هذا القول النبوي البليغ، وكأنه ينظر إلى زماننا صلى الله عليه وسلم حينما وصف الخوارج. قال: حدثاء الأسنان، أي صغار في أسنانهم في أعمارهم، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. إذن من صفاتهم كثرة القراء،
أغلبهم من صغار السن، كذلك من صفاتهم ظهور سيم الصالحين عليهم وكثرة العبادة كالصلاة والصيام وأثر السجود وتشمير الثياب وظهور أثر التعب والمشقة على وجوههم من كثرة السهر، ويكثر فيهم الورع على جهل بالدين، إضافة إلى أنهم يتصفون بضعف الفقه في الدين وقلة الحصيلة في العلم الشرعي، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وكذلك ليس فيهم من الصحابة على مر التاريخ من أول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، لا يوجد منهم من الصحابة، ولا يوجد منهم من الأئمة، ولا من العلماء، ولا من أهل الفقه في الدين أحد، كما قال ابن عباس وهو يناظرهم ويصف حالهم بقوله: وليس فيكم منهم أحد، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صفات الخوارج كذلك الغرور والتعالم والتعالي على العلماء، حتى زعموا أنهم أعلم من علي وابن عباس وسائر الصحابة رضي الله عنهم، والتفوا على الأحداث من صغار السن والجهل هو قليل العلم. وممن نراهم في زماننا كذلك يطعنون في علمائنا ويطعنون في كبار العلماء ويغمزونهم بأنهم لا يفقهون الواقع ولا يعلمون ما يدار بهم، وإنما هم كالدمى كما يصفونهم بذلك، وهذه هي نفس صفات الخوارج المتقدمين. كذلك من صفاتهم الخلل في منهج الاستدلال، حيث أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعد، أخذوا بآيات العذاب وتركوا آيات الرحمة والمغفرة، واستدلوا بالآيات الواردة في الكفار وجعلوها في المخالفين لهم من المسلمين الموحدين، كما قال عنهم ابن عمر رضي الله عنهما: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. هذه مقولة عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف الخوارج بقوله: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. كذلك من صفاتهم الجهل بالسنة واقتصارهم على الاستدلال بالقرآن غالبا، لا يستدلون غالبا إلا بالقرآن لجهلهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا يوافقون إحدى الفرق الضالة المنتشرة في القارة الهندية، وهي الفرقة الخبيثة التي تسمى بالقرآنيون، وسوف أفرد لهم بإذن الله تعالى شريطا يفضح عقائدهم ويبين خبثهم وضلالهم. كذلك من صفات الخوارج سرعة التقلب واختلاف الرأي وتغييره، إذ أنهم ينطلقون من عواطف جياشة قوية ولكنها بلا علم ولا فقه في الدين، لذلك يكثر التنازع والافتراق فيما بينهم، وإذا اختلفوا في داخل مجالسهم تفاصلوا وتقاتلوا وكفر بعضهم بعضا. من صفاتهم كذلك التعجل في إطلاق الأحكام أو سرعة إطلاق الحكم على المخالفين بلا تثبت ولا بينة، لذلك نرى في وقتنا الحاضر من أفتى بعض الأتباع الصغار بفتاوى أباح فيها دماء الأبرياء بحجة الكفر أو التترس بالكفار، ثم تراجع عنها بعدما أريق الدماء لا يعلمها إلا الله تعالى. كذلك من صفاتهم القوة والخشونة والجفاء والغلظة في أحكامهم وفي تعاملهم مع عوام المسلمين المساكين. كذلك من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما جاء وصفهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من صفاتهم كذلك الغلو في التدين والتنطع والتشدد في الدين على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم كذلك الابتعاد عن العلماء وجفوتهم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم وتحذير الأتباع من صغار السن بملازمة العلماء الكبار ورميهم بأنهم منافقين أو علماء سوء أو علماء سلطان أو أنهم مداهنون مع الحكام، كل هذه الألفاظ يرمى بها العلماء الكبار من أهل السنة والجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من صفات الخوارج الطعن والتضليل، حيث أنه من أبرز صفات الخوارج الطعن في أئمة الهدى وتضليلهم والحكم عليهم بالخروج عن العدل والصواب،
وقد تجلت هذه الصفة في موقف ذو الخويصرة مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، في وقت رسول الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال ذو الخويصرة والرسول عليه الصلاة والسلام يوزع ويقسم غنائم حنين، قال يا رسول الله اعدل، يا رسول الله اعدل. فقد عد ذو الخويصرة نفسه أنه أشد ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجور والخروج عن العدل في القسمة. وهذه الصفة كما قال أهل العلم لازمتهم هذه عبر التاريخ، وكان لها أسوأ الأثر لما ترتب عليها من أحكام وأعمال بعد ذلك. كذلك من صفاتهم المبالغة في العبادة، وقد بين هذا صلى الله عليه وآله وسلم عن حالهم، فقال يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. مع كل هذه الصلاة وكل هذا الصيام وكل هذه العبادة ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن المبالغة في العبادة من صيام وقيام وذكر وتلاوة للقرآن أمر اشتهر به الخوارج، حتى أنهم عرفوا باسم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنهم كانوا يستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. بل يصف ابن عباس رضي الله عنه هذه المبالغة عندما ذهب لمناظرتهم فيقول، يصف حال هؤلاء الذين دخل عليهم ابن عباس، يقول دخلت على قوم لم أرى قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحة من السجود، أي جباههم متقرحة من آثار السجود، وأياديهم كأنها ثفن الإبل، وعليهم قمص مرخصة أي مغسولة، مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر. ومعنى مسهمة أي متغير لونها من شدة السهر والقيام. هذا وصف الخوارج الذي وصفهم إياه ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما يبين لنا شدة حرصهم على الزهد والذكر والعبادة والصيام والقيام، مع أنهم كلاب النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن حكم قتال الخوارج، فقد دلت السنة النبوية على وجوب قتال الخوارج، وقد استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في ذم الخوارج والأمر بقتالهم، وهي أحاديث ثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومن ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من ضئضئ هذا، أي ذلك الرجل الذي خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد، حينما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوزع غنائم حنين، يقول إن من ضئضئ، أي من أصل ومن ظهر هذا، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم، أي يقول عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل ثمود. فالحديث الأول فيه الأمر بقتل الخوارج وتنبيه للمسلمين بأن لا يغتروا بما يظهره الخوارج من الاجتهاد في العبادة،
فهم وإن أظهروا ذلك فقلوبهم فارغة من الإيمان الخالص، ولذلك أصبحوا يمثلون خطرا على الإسلام والمسلمين، حيث أنهم شوهوا الإسلام بجهلهم وبمخالفتهم لتعاليمه، وحاربوا المسلمين وفرقوا كلمتهم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. ولهذا فإن الخوارج شؤم في تاريخ الدول الإسلامية من العصر الأول وإلى عصرنا وإلى قيام الساعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما من قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج، الآن شيخ الإسلام يتكلم عن الخوارج وعن قتلهم، يقول: فأما من قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد. ثم قال شيخ الإسلام: والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم، أي قتل الواحد من الخوارج. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا قتله لا يكون، وهذه ملاحظة مهمة، لا يكون إلا بيد ولي الأمر وبيد السلطان في بلاد المسلمين. وهنا كذلك قول للإمام ابن قدامة حيث قال في حال الخوارج: والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجازة على جريحهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ووعده، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، بالثواب لمن قتلهم. انتهى كلام الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه. أما إذا أردنا أن نتكلم عن أسباب غلو الخوارج، فالأسباب كثيرة، من أهمها سوء الفهم وقلة الفقه لعدم تلقيهم العلم على أصوله ومن مصادره الصحيحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن فقط في حناجرهم ولا يفقهونه ولا يدخل إلى قلوبهم. إضافة إلى نقص التجربة، يعني من أسباب غلو الخوارج نقص التجربة والخبرة وصغر السن وسفاهة العقل، كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان، أي صغار في السن، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، أي هناك سفاهة في عقولهم. ومن أسباب غلوهم كذلك الإعجاب الشديد بالنفس مع احتقارهم لغيرهم من المسلمين واتباعهم لأهوائهم وأرائهم الشاذة. وكذلك من الأسباب تقوقعهم على أنفسهم بحيث لا يرون إلا ما يوافق منهجهم، ولا يسمعون إلا لمن شاءوا من الشيوخ ممن هم على مشربهم وعلى طريقتهم، طبعا حتى لا يتأثروا بغيرهم فينصرفوا عما هم فيه. ومن الأسباب كذلك أنهم دائما يركزون على عنصر الخوف من الله تعالى فقط، دون النظر إلى عنصر الرجاء والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى ولا حتى في مغفرته. هذا الأمر أدى إلى التعامل مع الأحداث من حولهم بنظرة تشاؤمية، فكفروا غيرهم من المسلمين طبعا لأتفه الأسباب، وأساءوا الظن بالمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضافة إلى غرورهم بأنفسهم، فمنهم من واظب على الطاعات الظاهرة، الكثير منهم من يواظب على الطاعات الظاهرة ولم يتفقد ما في قلبه من أمراض كالحسد والكبر والرياء وطلب الرئاسة وإرادة السوء بالمسلمين وطلب الشهرة. فمثل هؤلاء قد زينوا ظاهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا أو تناسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. أما إذا أردنا أن ننتقل إلى الخوارج في العصر الحاضر، فأول هذه الجماعات هي جماعة التكفير والهجرة، أو ما يعرف بجماعة المسلمين أو جماعة التكفير والهجرة، فهي جماعة إسلامية غالية نهجت نهج الخوارج في التكفير بالمعصية، أي أنهم يكفرون بالمعصية. هذه الجماعة نشأت داخل السجون المصرية في أول الأمر، وبعد إطلاق سراح أفرادها تبلورت أفكارها وكثر أتباعها في صعيد مصر وبين طلبة الجامعات خاصة.
طبعا صارت يعني أصبحت وصارت الجماعة تنمو وتتوسع أفكارها نحو الغلو، إلى أن قتل زعماؤها الدكتور محمد حسين الذهبي رحمة الله عليه، الذي كان وزير الأوقاف المصري في ذلك الوقت، وهو صاحب الكتاب العظيم التفسير والمفسرون. طبعا تبلورت أفكار ومبادئ هذه الجماعة، أي جماعة التكفير والهجرة، في داخل السجون والمعتقلات المصرية، وعلى وجه الخصوص بعد اعتقالات عام 1965 للميلاد، التي أعدم على أثرها سيد قطب وإخوانه بأوامر من جمال عبد الناصر حاكم مصر في ذلك الوقت، حيث رأى الشباب المتدينون داخل السجون المصرية في ذلك الوقت من ألوان العذاب ما تقشعر من ذكره الأبدان، وسقط الكثير منهم قتلى بسبب التعذيب دون أن يعبأ بهم القساة والجبابرة. طبعا في هذا الجو الرهيب، وكان الإنسان يعلق كما تعلق الذبيحة المخلوق الإنسان الذي كرمه الله عز وجل، كان يعلق كما تعلق الذبيحة، في هذا الجو الرهيب من العذاب ولد الغلو، ونبتت فكرة التكفير والهجرة، ووجدت الاستجابة لها. وفي سنة 1967 للميلاد طلب رجال الأمن من جميع الدعاة المعتقلين، وقد كان غالب الدعاة من جماعة الإخوان والمسلمين، وإن تيسر الله عز وجل قد أفرد محاضرة عن هذا الحزب وعن هذا التنظيم الخطير. أقول في عام 1967 للميلاد طلب رجال الأمن أو ما يعرف بأمن الدولة المصري من جميع الدعاة المعتقلين تأييد رئيس الدولة جمال عبد الناصر، فانقسم المعتقلون في داخل السجون المصرية إلى فئات. الفئة الأولى سارعت إلى تأييد الرئيس ونظامه، وكان هذا يعني هدف هذه الفئة هو الإفراج عنهم والعودة إلى وظائفهم، وزعموا وادعوا، أي هذه الفئة ادعت هذه الفئة أنهم يتكلمون باسم جميع الدعاة، وهؤلاء كان منهم العملاء، وثبت أنهم طابور خامس داخل الحركة الإسلامية، وهناك نوع آخر ليسوا بعملاء بالمعنى، وإنما هم رجال سياسة التحقوا بالدعوة، وكان الهدف من هذا هو الحصول على بعض المغانم الكثيرة. أما الفئة الثانية هم جمهور الدعاة المعتقلين، فقد لجأوا إلى الصمت، توقفوا، لم يؤيدوا جمال عبد الناصر ولم يعارضوا، يعني لم يعارضوا ولم يؤيدوا، باعتبار أنهم في حالة إكراه كما أول البعض لهم. وهناك فئة ثالثة رفضت هذه الفئة، وهي فئة قليلة من الشباب، موقف السلطة المصرية في ذلك الوقت، وأعلنت كفر رئيس الدولة ونظامه، بل اعتبروا الذين أيدوا السلطة أي الفئة الأولى من إخوانهم بأنهم مرتدين عن الإسلام، ومن لم يكفر أيضا هذه الفئة الأولى فهو كافر عندهم، إضافة إلى أنهم حكموا بأن جميع أفراد المجتمع كلهم كفار لأنهم موالون للحكام، وبالتالي حكموا أي هذه الفئة الثالثة أن جميع الحكام وجميع من لم يكفر هذا الحاكم بنظامه لا ينفعه لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة. طبعا كان إمام هذه الفئة ومهندس أفكارها هو الشيخ علي إسماعيل، الذي كان إمام هذه الفئة من الشباب في داخل المعتقل، وهو أحد خريجي الأزهر، وهو شقيق الشيخ عبد الفتاح إسماعيل، أحد الاثنين الذين تم إعدامهم مع سيد قطب. وقد صاغ وأسس الشيخ علي إسماعيل مبادئ العزلة والتكفير لدى جماعة التكفير والهجرة، إلا أنه رجع إلى رشده وأعلن توبته وبراءته من تلك الأفكار التي كان ينادي بها. جاء بعده رجل يكنى بأبي سعد واسمه شكري أحمد مصطفى، من مواليد قرية الحواتكة بمحافظة أسيوط، وهو أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا في عام 1965 للميلاد، وكان عمره في ذلك الوقت لا يتجاوز 23 عام.
وتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله وهو يصف الخوارج قائلا حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان أي صغار في أسنانهم. فكان مصطفى أو شكري أحمد مصطفى أبو سعد في ذلك الوقت لا يتجاوز 23 عاما، تولى قيادة الجماعة داخل السجن بعد أن تبرأ من أفكارها الشيخ علي إسماعيل الذي قلنا أنه هو الذي أسس هذا التنظيم. وفي عام 1971 للميلاد تم الإفراج عن شكري مصطفى، وبعد أن حصل على شهادة أو الشهادة الجامعية في الزراعة أو البكالوريوس الزراعة أو الزراعية من جامعة أسيوط، بدأ التحرك في مجال تكوين الهيكل التنظيمي السري لجماعة التكفير والهجرة. طبعا تمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة التكفير والهجرة، فقام بتعيين أمراء للمحافظات والمناطق، واستأجر العديد من الشقق التي أصبحت مقرات سرية للجماعة، فاستأجر في القاهرة وفي الأسكندرية وفي الجيزة وبعض محافظات الوجه القبلي. في شهر سبتمبر عام 1973 أمر شكري مصطفى بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق الجبلية واللجوء إلى المغارات الواقعة بدائرة أبي قرقاص بمحافظة المنيا، بعد أن باعوا ممتلكاتهم وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض تطبيقا لمفهوم ومعتقد الهجرة من الديار الكافرة أو ديار المرتدين. في 26 أكتوبر عام 1973 اشتبه في أمرهم رجال الأمن المصري، فتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في قضية رقم 618 في عام 73 بعنوان أو رقم قضية بعنوان 618 أمن دولة عليا. في 21 إبريل لعام 1974 للميلاد وبعد حرب أكتوبر اللي حصلت في 73 للميلاد، صدر قرار جمهوري بالعفو عن شكري مصطفى وجماعته، مع أنهم يكفرون جميع المسلمين، إلا أنه خرج قرار جمهوري من الرئيس في ذلك الوقت المصري بالعفو عن شكري مصطفى وجماعته، إلا أنه عاود ممارسة نشاطه مرة أخرى، ولكن هذه المرة بصورة مكثفة أكثر من ذي قبل، حيث قام بتوسيع القاعدة لجماعته وقام بإعادة تنظيم صفوفها، وقد تمكن من ضم أعضاء جدد صغار السن في هذه الجماعة من شتى محافظات مصر، كما قام بتسفير مجموعات أخرى إلى خارج البلاد، والهدف من هذا التمويل المالي للجماعة الذي مكن الانتشار أفكار هذه الجماعة في أكثر من دولة، وبعضهم قد ذهب إلى بعض دول الخليج لتمويل هذه الجماعة. طبعا هيأ شكري مصطفى لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط، وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة، وبهذه الطريقة قام بعزلهم عن المجتمع، إذ أصبح المنتمي إليهم يعتمد على الجماعة في كل احتياجاته، ومن ينحرف من الأعضاء يتعرض لعقاب بدني قد يضرب، وإذا ترك العضو الجماعة اعتبر كافرا مرتدا، ومن ثم يتم متابعته وتصفيته جسديا، اغتياله وقتله. ومع أن شكري مصطفى كان مستبدا في قراراته، إلا أن أتباعه كانوا يطيعونه طاعة عمياء بمقتضى عقد البيعة الذي أخذ عليهم في بداية انتسابهم للجماعة. وقد جوبهت الجماعة بقوة من قبل السلطات الأمنية المصرية، وخصوصا بعد مقتل الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله الذي كان وزير الأوقاف المصري في ذلك الوقت. طبعا بعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة والسلطات المصرية وأمن الدولة المصري، تم القبض على المئات من أفراد الجماعة وتقديمهم للمحاكمة في قضية كانت تعرف بقضية رقم 6 لعام 1977، التي حكمت بإعدام 5 من قيادات الجماعة وعلى رأسهم شكري مصطفى وماهر عبد العزيز بكري، وهناك أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على باقي أفراد الجماعة. طبعا في 30 مارس عام 1978 للميلاد وفي صبيحة زيارة أنور السادات
لمدينة القدس تم تنفيذ حكم الإعدام في شكر مصطفى وإخوانه. أما عن الأصول التي كان ينطلق منها أفراد جماعة التكفير والهجرة المصرية، فأولها التكفير، ويشمل ذلك عندهم تكفير مرتكب الكبيرة والقول بخروجه من الملة. يكفرون كل من يرتكب كبيرة، الذي يكذب يكفر، الذي يشرب خمر يكفر، الذي يزني يكفر، هي من الكبائر وهي من عظائم الأمور لكن لا تستلزم الكفر، هم يكفرون. فالتكفير بالكبيرة والقول بخروجه من الملة وأنه خالد مخلد في نار جهنم تماما كما تقول فرق الخوارج الأولى، تكفير المخالفين لهم من المسلمين علمائهم وعامتهم، تكفير من يخرج عن جماعتهم ممن كان منهم، تكفير من يخالف بعض أصولهم، تكفير المجتمعات المسلمة والحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية، تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا من دون تفصيل، تكفير من لم يهاجر إليهم ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته، تكفير من لم يكفر الحاكم عندهم مطلقا. كذلك من أصولهم وجوب الهجرة والعزلة، ويشمل ذلك عندهم، واستمع جيدا إلى هذه الأمور الخطيرة، هجر مساجد المسلمين وترك الصلاة بها وترك الجمعة، هجر المجتمعات المسلمة من حولهم مطلقا، هجر التعلم والتعليم وتحريم الدخول في الجامعات والمدارس، هجر الوظائف الحكومية وهجر العمل بمؤسسات المجتمع المدني، وتحريم مزاولة أي عمل فيما يسمونه المجتمع الجاهلي، وهو طبعا كل من سوى جماعتهم. كذلك من أصولهم الدعوة إلى الأمية ومحاربة التعليم، وذلك بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا أميين، وأنه لا يمكن التوفيق بين طلب العلوم الدنيوية وبين عبادة الله تعالى بالصلاة والصوم والحج والدعاء والذكر وتلاوة كتاب الله والجهاد والبلاغ، وأنه يمكن أن يتلقى في نظرهم طبعا، وأنه يمكن أن يتلقى المسلم القدر الضروري من العلم الشرعي بالتلقي المباشر دون اللجوء إلى تعلم القراءة والكتابة ونحو ذلك من التلبيسات التي تنطلق منها هذه الجماعة المنحرفة الضالة المضلة. من أصولهم كذلك ما يعرف بالقول بالتوقف والتبين، ويقصدون به كما يقصد أسلافهم الخوارج الأولون التوقف في أمر الشخص مجهول الحال من غير جماعتهم، فلا يحكمون عليه بالكفر ولا يحكمون له بالإسلام إلا بالتبين، وهو الانضمام إلى جماعتهم ومبايعة إمامهم شكري مصطفى، فمن أجاب فهو مسلم ومن لم يجب فهو كافر مرتد. الأصل الخامس عندهم القول بأن زعيمهم شكري مصطفى هو المهدي الذي يخرج آخر الزمان ويظهر الله به الدين على سائر الأديان في الأرض. كذلك من أصولهم زعمهم بأن جماعتهم هي الجماعة المسلمة وهي جماعة آخر الزمان التي تقاتل الدجال، وأن ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام قد اقترب وقد أوشك. كذلك يعني من أصولهم القول بتعارض الواجبات والفرائض، ويقصدون به جواز إسقاط بعض الواجبات والفرائض الشرعية إذا تعارضت مع ما هو أهم منها، فقالوا باعتقادهم وبضلالهم بسقوط صلاة الجمعة عنهم لأنهم في حالة الاستضعاف، وشرطها طبعا صلاة الجمعة كما يقولون التمكين، كما أباحوا لأفرادهم حلق اللحية، وهذا موجود عند بعض الفرق المعاصرة الثورية التي تخرج على بعض الحكومات وعلى بعض الدول، أنهم يحلقون اللحية من باب التخفي على الأجهزة الأمنية لأنها تعوق حركتهم وتعرضهم للخطر كما يعتقدون. كما أن جماعة التكفير والهجرة لا يعتمدون على فهم الصحابة رضوان الله عليهم ولا العلماء ولا أئمة الهدى للقرآن والسنة، إضافة إلى أنهم لا يعتدون بالخلافة الإسلامية منذ القرن الرابع، ويكفرون كل هذه العصور إلى وقتنا الحاضر. كما أن هذه الجماعة من أصولهم أنهم يستحلون الدماء ويستحلون الاغتيالات والتصفيات الجسدية للمخالفين لهم ممن كانوا معهم ويسمونهم بالمرتدين، ومن هذه الاغتيالات
استهدافهم أحد المشايخ وهو الدكتور محمد حسين الذهبي رحمة الله عليه، حين خطفوه وقتلوه، وهو يعني هذه عادة سائر الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك فإن جماعة التكفير والهجرة تقول بتكفير المجتمعات وأنها مجتمعات جاهلية، وأكثرهم يبالغ في الأخذ بأقوال سيد قطب في جاهلية المجتمعات وفي العزلة الشعورية، والتركيز على ما يسمونه بتوحيد الحاكمية والمبالغة في ذلك، بل إنهم يعلقون الولاء والبراء على تحقيق الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت عندهم هو الحاكم فقط. كما أنهم يقولون بأن لديهم القدرة على الاجتهاد في الأحكام الشرعية، مع أنهم ليسوا من العلماء المؤهلين لذلك، ويحصرون الحق بأنفسهم ومن يوافقهم، ويحاربون أتباع الأئمة الأربعة. ومن هذه الجماعة فئات تستهين ببعض أصول التوحيد كتوحيد الأسماء والصفات، ولا ترى فئات منهم أن تناقش الفرق القديمة أو أن توضح عوارهم كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة بدعوى أنها فرق ليس لها وجود حاليا، وهذا جهل وخلق عظيم عند هذه الجماعة. طبعا أكثر أتباع هذه الجماعة يعاملون المسلمين في بلاد الإسلام معاملة غير المسلم، حيث أنهم يتوقفون في إجراء أحكام الإسلام معهم وإن كانوا من عوام المسلمين البسطاء، فلا يصلون خلفهم ولا يسلمون عليهم ولا يردون عليهم السلام ولا يشهدون جنازتهم، وكذلك في سائر أحكام النكاح والمواريث. وإضافة إلى أنهم لا يشاركون سائر المسلمين شعائر الدين كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بحسب أصولهم وهم تحت إمرتهم وجماعتهم. كما تلجأ هذه الجماعة إلى التقية والإمعان والتركيز في السرية، لأن عقائدهم وأفكارهم تصادم ما عليه أهل العلم وسائر المسلمين، وهو ما يسمى عندهم بالتنظيم السري، وطبعا يقيسونه على ما يسمى بالفترة المكية، وهم بهذه السرية يوافقون أهل البدع تماما وإن كان بمسميات مختلفة. فمثلا الشيعة الإسماعيلية الباطنية تسميه دور الستر والكتمان، والشيعة الإثنى عشرية تسميه مرحلة التقية. ومن الجدير توضيحه والتنبيه له هو أن أمر هذه الجماعة قد يلتبس على الكثيرين من المسلمين خواصهم وعوامهم، لأنهم يرفعون شعار الالتزام بالسنة والجماعة والتبعية لبعض الأئمة المشاهير كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي وبعض أئمة الدعوة السلفية في نجد رحمة الله عليهم أجمعين. وكذلك من أبرز صفاتهم رفع شعار عدم العذر بالجهل مطلقا، على اعتبار أن الجهل بمقتضيات لا إله إلا الله ولوازمها انقطع إما بالميثاق الأول أو بدليل الفطرة أو العقل، إضافة إلى اهتمامهم الكثير والملاحظ بأصول الفقه فيما يخدم آراءهم المنحرفة، مع جهلهم بمقتضيات هذه الأصول التي وضعها العلماء المعتبرين. كما يكفرون كل من عرضوا عليه أفكارهم فلم يقبلها ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم، أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال دمه. وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين. وكل من أخذ بأقوال الأئمة أو بالإجماع، حتى لو كان إجماع الصحابة أو بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو بالاستحسان ونحوها، فهو في نظرهم مشرك كافر مرتد من دين الله. إضافة إلى أن العصور الإسلامية عندهم بعد القرن الرابع الهجري كلها عصور كفر وجاهلية، لتقديسها في نظرهم لصنم التقليد المعبود من دون الله، ولهذا فهم يوجبون على المسلم أن يعرف الأحكام بأدلتها، ولا يجوز لديهم التقليد في أي أمر من أمور الدين، وهذا كفر وشرك عنده. كما أنه لا قيمة عند هذه الجماعة للتاريخ الإسلامي، ويقولون إن التاريخ الحقيقي هو أحسن القصص الوارد في القرآن الكريم فقط، ولا قيمة عندهم لأقوال العلماء المحققين وأمهات كتب التفسير وأمهات كتب العقائد، لأن كبار علماء الأمة في القديم والحديث في زعمهم
قد ارتدوا عن دين الإسلام عياذا بالله تعالى. وكذلك يقولون بحجية الكتاب والسنة فقط، ولكن كغيرهم من أصحاب البدع الذين اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، فما وافق أقوالهم من السنة قبلوه، وما خالفها تحايلوا في رده أو في رد دلالته. كما أنهم يحاربون التعليم ويدعون إلى الأمية وإلى ترك الكليات ومنع الانتساب في الجامعات وفي المعاهد الإسلامية سواء أو غير الإسلامية، لأنها في نظرهم مؤسسات الطاغوت كما يزعمون، وتدخل في حكم مساجد الضرار كما يقولون. كذلك قالوا إن الدعوة لمحو الأمية هي دعوة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام، بينما العلم الحقيقي عندهم هو ما يتلقونه في حلقاتهم الخاصة وفي خلاياهم وتنظيماتهم السرية. كذلك قالت الجماعة بترك صلاة الجمعة والجماعات في مساجد المسلمين، لأن المساجد كما يزعمون كلها مساجد ضرار وأئمتها كفار، واستثنوا 4 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قباء والمسجد الأقصى، لكنهم لا يصلون فيها إلا إذا كان الإمام من جماعتهم وعلى فكرهم ومعتقدهم. كما يعتقدون أن أميرهم شكري مصطفى هو المهدي المنتظر لهذه الأمة، وأن الله تعالى سيحقق على يد جماعته ما لم يحقق على يد محمد صلى الله عليه وسلم من ظهور للإسلام على جميع الأديان. وكذلك يعتقدون بأن دور الجماعة يبدأ بعد أن تدمر الأرض بمن عليها، وهذا من خلال حرب عالمية تكون بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وبسبب هذه الحرب تدمر الأسلحة الحديثة كلها كالصواريخ والطائرات وغيرها، ويعود القتال كما كان في السابق بالسلاح القديم من سيوف ورماح وحراء. ومن أهم الكتب التي كشفت أسرار هذه الجماعة هو كتاب ذكرياتي مع جماعة المسلمين التكفير والهجرة لأحد أعضاء الجماعة عبد الرحمن أبو الخير، وهو الذي تركهم بعد ذلك وخرج عنهم. طبعا تنتشر هذه الجماعة وهي جماعة التكفير والهجرة في معظم محافظات مصر وفي منطقة الصعيد على وجه الخصوص، ولها وجود في بعض الدول العربية مثل اليمن والأردن والجزائر والسودان وبعض دول الخليج العربي، ولكنهم يتكتمون على فكرهم وعقائدهم خشية من الأجهزة الأمنية التي تترصد لهم، حيث أنهم يقيسون حالهم الآن بحال الفترة المكية في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل الآن إلى الفرقة الثانية من الخوارج المعاصرة، وهم الخوارج في سلطنة عمان أو الأباضية، حيث أن الأباضية إحدى فرق الخوارج وتنسب إلى مؤسسها عبد الله بن إباض التميمي، ويدعي أصحابها أنهم ليسوا خوارج بل ينفون عن أنفسهم هذه النسبة، والحقيقة أنهم ليسوا من غلاة الخوارج، ليسوا من الخوارج الغالية كالأزارقة مثلا، لكنهم يتفقون مع الخوارج في مسائل عديدة، منها أن عبد الله بن أباض يعتبر نفسه امتدادا للمحكمة الأولى من الخوارج، كما يتفقون مع الخوارج في تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن وتجويز الخروج على أئمة الجوب. أما أشهر الشخصيات عند الأباضية، فأشهر شخصية والمؤسس الأول هو عبد الله بن إباض من بني مرة ابن عبيد بن تميم، ويرجع نسبه إلى إباض وهي قرية العارض باليمامة. وعبد الله بن إباض عاصر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وتوفي في أواخر أيام عبد الملك بن مروان. وكذلك يذكر الأباضية أن من أبرز شخصياتهم جابر بن زيد المولود في عام 22 للهجرة والمتوفي في عام 93 للهجرة، والذي يعد من أوائل المشتغلين بتدوين الحديث عند الأباضية. ثم يأتي أبو عبيدة مسلمة ابن أبي كريمة، وهو من أشهر تلاميذ جابر ابن زيد، وقد أصبح هو المرجع عند الأباضية بعد شيخه، وقد اشتهر بلقب القفاف، وقد توفي في ولاية أبي جعفر المنصور عام 158 للهجرة. يأتي بعده
الربيع بن حبيب الفراهيدي الذي عاش في منتصف القرن الثاني للهجرة، وينسبون له مسندا خاصا به وهو مسند الربيع بن حبيب. وهذا الكتاب مطبوع ومتداول بين الإباضية. كذلك من أئمتهم في الشمال الأفريقي أيام الدولة العباسية الإمام الحارث ابن تليد وأبو الخطاب عبد الأعلى ابن السمح المعافري وأبو حاتم يعقوب ابن حبيب وحاتم الملزوزي. ومنهم كذلك الأئمة الذين تعاقبوا على الدولة الرستمية في تهرد بالمغرب، مثل الإمام عبد الرحمن وعبد الوهاب وأفلح وأبو بكر وأبو اليقظان وأبو حاتم، حيث أن الدولة الرستمية كانت دولة خارجية إباضية. أما علماءهم فمنهم سلمة ابن سعد الذي قام بنشر مذهبهم في إفريقيا في أوائل القرن الثاني، وابن مقيطر الجناوني الذي تلقى علومه في البصرة وعاد إلى موطنه في جبل نفوسا بليبيا ليساعد ويسهم في نشر المذهب الأباضي الخارجي. ثم جاء عبد الجبار بن قيس المرادي الذي كان قاضيا أيام إمامهم الحارث ابن تليد والسمح أبو طالب، وهو من علمائهم في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة، الذي كان وزيرا للإمام عبد الوهاب ابن رستم في الدولة الرستمية، ثم أصبح عاملا له على جبل نفوسا بدولة ليبيا في ذلك الوقت. كذلك من علمائهم أبو ذر أبان بن وسيم الذي كان عاملا للإمام أفلح بن عبد الوهاب على منطقة طرابلس في فترة الدولة الرستمية، والآن يعد المفتي العام لسلطنة عمان أحمد الخليلي، وهو من كبار علمائهم ويعد أكبر مرجعية للأباضية في العالم، وعنده من الضلال العظيم الذي صرح به في مؤلفاته من اعتقاده بخلق القرآن والتكفير بالكبيرة وإنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة. كما أن من أهم معتقدات الأباضية الخوارج، من أهمها أقول طبعا الذي يظهر من خلال كتبهم، هو تعطيل الصفات الإلهية، وبهذا يتفقون مع المعتزلة في تأويل الصفات، وينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة، ويؤولون بعض مسائل الآخرة تأويلا مجازيا كالميزان والصراط. طبعا القرآن عندهم مخلوق، وقد وافقوا الخوارج في ذلك، كما قال عنهم أبو الحسن الأشعري ما نصه: والخوارج جميعا يقولون بخلق القرآن. انتهى كلامه من كتابه مقالات الإسلاميين المجلد الأول صفحة 203. كما يعتقد الأباضية الخوارج بأن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة أو كفر نفاق، والناس في نظرهم ثلاثة أصناف: الصنف الأول مؤمنون أوفياء، والصنف الثاني مشركون واضحون في شركهم، والصنف الثالث يقولون أنهم قوم أعلنوا كلمة التوحيد وأقروا بالإسلام لكنهم لم يلتزموا به سلوكا وعبادة، فهم ليسوا مشركين لأنهم طبعا يقرون بالتوحيد، وهم كذلك ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يلتزمون بما يقتضيه الإيمان، فهم إذن مع المسلمين في أحكام الدنيا، طبعا السبب في ذلك لإقرارهم بالتوحيد، وهم مع المشركين في أحكام الآخرة، وذلك لعدم وفائهم بإيمانهم ولمخالفتهم ما يستلزمه التوحيد من عمل أو ترك كما يعتقدون ويزعمون. كما أن الأباضية يعتقدون بأن دار مخالفيهم من المسلمين هي دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي، ويعتقدون كذلك بأن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين، ومناكحتهم جائزة ومورثتهم حلال، ثم يقولون: وغنيمة أموالهم من السلاح والخيل وكل ما فيه من قوة الحرب حلال وما سواه حرام. يعني يجيزون مناكحة أهل السنة وأهل القبلة، ويجيزون توارثهم، كل هذا حلال. إضافة إلى هذا يعتقدون أن السلاح والأموال والخيل لأهل القبلة حلال أخذها. وعندهم كذلك مرتكب الكبيرة كافر، ولا يمكن في حال معصيته وإصراره عليها أن يدخل الجنة أبدا إلا بالتوبة، فإن الله كما يقولون لا يغفر الكبائر إلا إذا تابوا منها قبل الموت. وهذا من الضلال البين الذي ردت عليه الأدلة النبوية والآثار المحمدية.
كما أن الخوارج الأباضية ينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين، لأن العصاة في اعتقادهم مخلدون في نار جهنم عياذا بالله تعالى. وكذلك يتهجم بعض الإباضية الخوارج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى معاوية ابن أبي سفيان، وعلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. والإمامة عند الأباضية بالوصية باطلة في مذهبهم، ولا يكون اختيار الإمام إلا عن طريق البيعة، ولا يوجبون الخروج على الإمام الجائر ولا يمنعونه، يعني لا يوجبونه ولا يمنعونه، وإنما يجيزونه. فإذا كانت الظروف مواتية والمضرة فيه قليلة، فإن هذا الجواز ينتقل ويميل إلى الوجوب كما يقولون. وإذا كانت الظروف غير مواتية والمضرة المتوقعة لهذا الخروج على هذا السلطان الجائر كثيرة والنتائج غير مؤكدة، فإن هذا الجواز يميل إلى المنع والحظر. ومع كل هذا فإن الخروج لا يمنع عندهم في أي حال من الأحوال، ولديهم نظام خاص اسمه حلقة العزابة أو العزابة، وهي هيئة محدودة العدد تمثل كبار أهل البلد علما، وتقوم بالإشراف الكامل على شؤون المجتمع الأباضي الدينية والتعليمية والاجتماعية والسياسية، كما تمثل مجلس الشورى في زمن الظهور والدفاع، يعني في زمن قوة الأباضية تكون هذه الحلقة حلقة العزابة أو العزابة تمثل مجلس الشورى. أما في زمن الضعف والكتمان فإنها تقوم بعمل الإمام وتمثله في مهامه. كذلك لديهم منظمة اسمها إيروان، وهي تمثل المجلس الاستشاري المساعد لحلقة العزابة أو العزابة، وهي القوة الثانية في البلد بعد هذه الحلقة. كما أن الخوارج الأباضية يشكلون بينهم لجانا تقوم على جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء، ويمنعون منعا باتا طلب الزكاة أو الاستجداء وما يشبه ذلك من الصور. أما عن أماكن انتشار الأباضية الخوارج، فلقد كانت لهم صولة وجولة في جنوب الجزيرة العربية حتى وصلوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في يوم من الأيام. أما في الشمال الأفريقي فقد انتشر مذهبهم بين البربر، وكانت لهم دولة عرفت باسم الدولة الرستمية، وكانت عاصمتها تاهرت، كما حكم الشمال الأفريقي في يوم من الأيام حكما متصلا مستقلا قرابة 130 سنة، حتى سقطت دولتهم على يد الدولة الفاطمية العبيدية الملحدة. طبعا الأباضية في الوقت الحاضر دولة مستقلة في سلطنة عمان في أقصى جنوب شرق الجزيرة العربية، ويتواجدون كذلك في ليبيا وتونس والجزائر وفي واحات الصحراء الغربية وكذلك في تنزانيا، كما لا تزال طوائف وجماعات من الأباضية تنتشر في بعض واحات الصحراء الغربية في وادي ميزاب غرب الجزائر العاصمة على بعد 400 كيلو من العاصمة الجزائرية. ويتميز هؤلاء بتمسكهم الشديد بتقاليد وآداب المعتقد الأباضي الخارجي في حياتهم الاجتماعية ووسائل التربية لأفراد جماعتهم. أما إذا أردنا أن نتكلم عن حال إخواننا أهل السنة والجماعة في عمان، فبسبب تواجد وانتشار المعتقد الأباضي الخارجي في دولة عمان أصبح إخواننا من أهل السنة هناك يعيشون شبه عزلة عن الصحوة الإسلامية، فغير مسموح مثلا لعلماء السنة الدخول لعمان، ولذلك لا تجد في دولة عمان ما تراه في الدول الأخرى من محاضرات للدعاة والعلماء من أهل السنة. ولسبب آخر وهو عدم وجود عالم واحد من أهل السنة يمكن أن يرجع إليه الشباب وجميع أهل السنة في تلك البلاد، كما يحاول الأباضية الخوارج التضييق على دعوة أهل السنة، وذلك بمنع دخول العلماء للبلاد. وعندما أقول العلماء أعني بذلك علماء العقيدة السلفية الصحيحة، وهم علماء أهل السنة والجماعة. كما أن الخوارج الإباضية يضيقون على إخواننا من أهل السنة، وذلك بمنع انتشار كتب أهل السنة، لدرجة أن أهل السنة إذا أرادوا إدخال كتاب من المراكز الحدودية ليقرأه فإنهم يحاولون إخفاءه، وكأنهم يهربون شيئا من الممنوعات المحظورات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بل وصل الحال بالخوارج هناك في بعض السنوات أنهم منعوا دخول المصحف، والسبب في ذلك أنه من طباعة هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية وفقها الله لكل خير. فالخوارج هناك يحملون الحقد الدفين لعلماء السعودية ولعلماء أهل السنة قاطبة، ويسمونهم بالوهابية والحشوية، كما يقوم الأباضية الخوارج بمنع إخواننا من أهل السنة من إقامة الدروس والحلقات في المساجد، وقد يسمحون لمن لا علم له بعقيدة أهل السنة والجماعة أو ممن تربى على أفكار الأشاعرة والمعتزلة والعلمانية بأن يتكلم هناك، إضافة إلى قيام الأباضية بعمل الدروس والمحاضرات والندوات بكثافة لنشر المذهب والمعتقد الأباضي الخارجي. والعجيب أنهم يركزوا ندواتهم في مساجد أهل السنة ليزرعوا الفتنة والشغب بينهم، ثم يقومون بعد ذلك بالاستيلاء على المسجد وضمه لسيطرة الإباضية الخوارج. ومع أن أهل السنة في سلطنة عمان يشكلون غالبية السكان، إلا أنهم مستضعفين، وذلك بسبب السيطرة الإباضية على جميع النواحي الإسلامية هناك. فالأباضية يسيطرون على وزارة الشؤون الإسلامية في تلك البلاد، لذا استطاعوا أن ينشروا نفوذهم من الناحية الدينية، وذلك بمنع دخول علماء السنة أصحاب العقيدة السنية السلفية لتلك البلاد. كما لا يوجد هناك من دروس أهل السنة التي تشرح الكتب العلمية وتبين عقيدة أهل السنة والجماعة، كشرح الواسطية مثلا أو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرها من الكتب، لأن هذه الدروس والكتب تعرقل انتشار المعتقد الإباضي في تلك البلاد. ثم إن الناس لو استمعوا لمثل هذه الدروس لتبين لهم الأمر واضحا جليا، ولعرفوا أن الأباضية على معتقد باطل، وأن تهجمهم السقيم على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم ليس له مستند أبدا. ولحرص الخوارج الإباضية على نشر مذهبهم الفاسد وخوفهم من انتشار العقيدة السنية الصحيحة، قاموا بتحديد خطب الجمعة من قبلهم، فيخطب الخطيب السني في مساجد السنة من هذه الخطب المقررة، ويقرأها على الناس على ما فيها من ضعف، وأحيانا يدسون فيها شيئا من سمومهم الإباضية. والحال نفسه في مناهج المدارس، حيث يحاولون دس عقيدتهم في ثنايا الدروس، كعقيدة مثلا خلود أصحاب الكبيرة في نار جهنم، وانهدام الإيمان في قلب المؤمن بفعل الكبيرة، كما أنهم يدسون مثلا إنكار الشفاعة لأهل الكبائر ونحو ذلك من عقائد الخوارج الضالة المنحرفة. كذلك إخواني في الله، من أساليبهم الماكرة في استيلاء المساجد الهامة لأهل السنة هو استغلال أحد الأباضية غياب إمام المسجد السني مثلا، فيقوم على الفور فيصلي بالناس مدة من الزمن، وعندها تقوم وزارة الأوقاف مباشرة لتثبيته في هذا المسجد، أو محاولة إنشاء فتنة وإثارة الخلاف في مساجد السنة، فإذا وقعت هذه الفتنة سعت الوزارة وقامت الوزارة بإيقافها، وذلك بوضع إمام إباضي أو إغلاق المسجد بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إضافة إلى أن مناهج الدراسة في سلطنة عمان تقوم على المنهج الأباضي الخارجي، ولذلك فإن الأباضية يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك يكفرون شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، وطبعا من سار على نهجهم. وكذلك وزارة الشؤون الدينية في عمان تقوم بتوزيع الكتب الإباضية، والمحاكم تحكم بالمذهب الأباضي هناك. كذلك فإن مفتي عام سلطنة عمان كما ذكرنا هو زعيم الإباضية في العالم، واسمه أحمد بن حمد الخليلي، إضافة إلى أنهم يمنعون كتب أهل السنة ويقومون بسحبها من المكتبات، حتى إنهم سحبوا كتاب حصن المسلم، كتاب كله أذكار وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحبوا هذا الكتاب وهو كتاب حصن المسلم، إضافة إلى أنهم يستعملون السحر ويسمون الساحر باسم الباصر أو الحكيم، ولا يقولون إنه ساحر لأنهم لو قالوا ساحرا لكفروه، كما أنهم يحملون الناس بالقوة على اعتناق المذهب. ومن أمثلة ذلك تفضيل الإباضية في الوظائف،
ومنع أهل السنة من الوظيفة أو فصلهم أو إحالتهم للتقاعد قبل موعدهم، إضافة إلى أنهم يتوعدون من يتحول من مذهبهم ومعتقدهم إلى معتقد أهل السنة، يتوعدونه ويهددونه، يقومون بوصف أهل السنة بأنهم هم الخوارج، والحقيقة أن الإباضية هم الخوارج. إضافة إلى أنه من يتخرج من جامعة الإمام في السعودية أو المعهد التابع للجامعة في رأس الخيمة لا يوظف إلا إذا كان إباضيا، بل إنه في وقت من الأوقات طلب من طلاب المعهد في رأس الخيمة وبالتحديد العمانيون أن يتركوا المعهد وأن يلتحقوا بكليات المعلمين أو جامعة قابوس في عمان مع احتساب ساعاتهم التي قضوها في هذا المعهد. أما عن أماكن تمركزهم، فالمركز الرئيسي لهم في عمان هو في منطقة نزوة، ولهم تمركز كذلك في عبري وبهلى. هذا ما تيسر، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الإسلام وأهله في كل مكان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة الصادقين، وأسأل الله عز وجل أن يفقه المسلمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأله تعالى أن يجعل آخر كلمة نقولها ونحن خروجا من هذه الدنيا هي هذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.